السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما لم تعرف الأمة الإسلامية تاريخياً غياباً لمرجعية تصوغ أفهام المسلمين ورؤاهم انطلاقاً من الكتاب والسنة كما هي حالها اليوم، لكن المرجعية الإسلامية نفسها محل خلاف بين المسلمين على مستويين، أحدهما سياسي يتصل بالسؤال عن هوية الفريق الذي يمثل الإسلام، والآخر معرفي يمس المرجعية الفكرية القادرة على تبصير المسلمين وتشكيل وعيهم إزاء ما يحصل في العالم. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي تأتيكم بعنوان المرجعية الإسلامية وحال الأمة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الشيخ عصام تليمة، الباحث والداعية الإسلامي. أهلاً وسهلاً بكم شيخ عصام. أهلاً وسهلاً بكم يا أستاذ هادي، مرحباً. عندما يطلق مصطلح المرجعية الإسلامية ماذا يراد منه؟ وهل هناك معنى مخصوص، يعني بمعنى مرجعية دون أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، فلا شك أن مصطلح المرجعية الإسلامية مصطلح يصطلح عليه في أذهان الناس دون أن يوجد له توضيح محدد بمعنى المصطلحات التي عرفت، كمثلا الفقه، كالدعاء، الطهارة، الصلاة. الناس أحيانا كشأن كثير من المصطلحات تنشأ بين الناس ويتعارف عليها إلى أن يأتي من يدون ويؤصل لمثل هذا الأمر، وهي مصطلح حديث أكثر منه قديم، حديث بمعنى الصك له، مثل مصطلحات كثيرة أخرى يعني صكتها الظروف والأحداث الجارية كالنوازل وكالمقاصد ونفسه، كل هذه هي وجدت يعني قبل أن يكون المصطلح موجودا في الكتب بتعريفه، لكن وجد بين الناس كمثلا حتى الفقه الافتراضي مثلا وكان موجودا، يعني كل الأحداث التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن كذا ورأيتم كذا، كلها تفترض واقعا الناس فيه، لو أن يعني لو المشركين لو دعوني إلى عهد تحقن فيه الدماء وتغصن فيه الحرمات لا أجبت، ودعيت في بيت عبد الله بن جدعان إلى حلف لو دعوت إليه في الإسلام لا أجبت، كل ده افتراض، ومع ذلك تأصيل فقه الافتراض كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أبو حنيفة المؤسس كما يزعم البعض، لا، هو الفقه أصيل من قبل، لكن الناس دائما تنسب لمن يقعد أو يؤصل أو يدون العلم في هذه الحالة. فلفظة المرجعية كانت في عهد النبوة موجودة، أولا مرجعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت القرآن، ثم هو الوحي، حتى السنة نفسها وحي. وقال الإمام الشاطبي إن من مضامين قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة، لأنها جزء من هذه المرجعية وجزء من هذا الرجوع إليه. ولما ننظر إلى قضية أدلة التشريع، ما اتفق عليه الفقهاء وتوافقوا عليه الأدلة في المنصوص عليه الكتاب والسنة، هذا مرجع للجميع، فعند الاستشهاد به يصمت عنده الجميع، هذا من حيث المرجعية في الكليات الكبرى الإسلامية وعند الفقهاء وعند الناس. الناس تعتبر المرجعية في شيخ الإسلام في وقتها، إذا كان وجد هذا بعد أن وجد المنصب مثلا، والناس أكثر ميلا إلى شيخ الإسلام الشعبي لا السلطوي، في وقت إذا كانت الأمة في نزاع مع السلطة أو في غير توافق معها أو لا تلبي احتياجاتها وضروراتها المهمة، ومنها إذا زحفت السلطة على حق الأمة، عندئذ تبحث الأمة عن مرجعيات لها بعيد عن مرجعيات الدولة. فلذلك يظهر بيننا مصطلحات، ده المفتي الملاكي، ده مفتي السلطة، ده بتاع الحكومة، ويذهب الناس إلى علماء آخر. لذلك وجد في عهد الأمويين شكى حكام بني أمية من ذهاب الناس إلى مرجعية معروفة والحسن البصري، وقالوا ما بال هذا الرجل شديد علينا، لماذا فيه شديد في أقواله وكذا، فقالوا هذه الكلمة المهمة التي تبين من المرجع وما المرجعية، قالوا احتاج الناس إلى دينه واستغنى هو عن دنياكم. فمن هنا كانت المرجعيات عند الناس أن الناس تبحث عن العالم الصلب الذي يقول النص ولا يخشى أحدا، الذي يكون شعاره الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هنا بدأت المرجعيات عند الناس، كانت في الأول الأمر المرجع الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء، لأن كان اختيار الخليفة له شروط، منها أن يكون من أهل الاجتهاد فهو مرجع في حد ذاته،
ولأنه إذا اختلف الناس يرفع الخلاف اجتهاد الحاكم، لأن الأصل في هذا في هذه الشروط إن الحاكم أهل اجتهاد، مرجع في نهاية مرجع، فهو مرجع. فإذا اختلف يعني، فالناس إذا ابتعدت حتى عند القضايا الثوابت، يعني الثوابت لن يختلف عليها أحد، فالثوابت هذه مرجع للجميع، لكن عند الخلاف من يرفع الخلاف؟ الحاكم، لأن الحاكم مش، لكن طبعا هذا لا يسري على حكام زماننا، لأن لا يعرف صلاة ولا يعرف وضوء ولا يعرف فقه، فكيف يرفع الخلاف ويرفع الخلاف بجهله ويحتاج يتعلم أصلا يعني. فمن هنا كانت المرجعيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلفائه، لأن كان المنصب فيه الشق السياسي وفيه الشق الديني، فالناس ترجع إليهم، وإذا قال برأي يرجع. ولذلك رأينا هذا الأمر في سيدنا عمر في اجتهاداته، أوليات عمر، كل أوليات عمر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم غيرها مرجعيات، تشريعات عمر. ولذلك ورد فيه الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أي الاقتداء، لأن هذه الرمزية السياسية الدينية، هذه التركيبة لا توجد في أمة من الأمم، إنما انفردت بها أمة الإسلام في مرجعياتها. فتكونت المرجعيات في بادئ الأمر مكونة من المرجعية السياسية والفكرية والفقهية، بدأت يعني التنازع، لا أقول التنازع، لكن تتفكك هذه المرجعيات بضعف الحالات التي جاءت بعدها. يعني أنت الآن قدمت لنا يعني سردا تاريخيا، نعم، لنشوء وتكون المرجعية الإسلامية. لكن السؤال هنا يعني هذا أقادني إلى السؤال عن طبيعة، ماهية وطبيعة المرجعية الإسلامية، يعني هل هي مرجعية فكرية فقهية سياسية، ما هو؟ نعم، هو أولا دعنا يعني نفرق أولا بين نقطتين مهمتين، نعم، بين المرجعية بالمعنى الكهنوتي، الكهنوتي الديني الذي عند الأديان الأخرى، حتى لا يفهم احنا بنبحث عن بابا، لا، هذا ليس المقصود من المرجعية التي نقصدها. لأن عندنا في كل الفكر الإسلامي في بدايات الكتابات الإسلامية تجد هذين التعريفين المهمين، الإسلام والفكر الإسلامي. الإسلام هو وحي الله الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا مرجع ثابت عند الجميع يرجع إليه الكل. وبين الفكر الإسلامي وفهم المسلمين لهذا الوحي المقدس، الأول مقدس والآخر غير مقدس، الأول مرجع والآخر ليس مرجعا، إنما ما يتوافق عليه الناس في هذا المختلف يضم إلى هذا الباقي ويتغارب بتغير الزمان والمكان. لذلك فرق بين الحكم والفتوى، الحكم ثابت والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والمقاصد والنيات والأحوال إلى آخر هذا. فهل المرجعية هنا مقصود بها فكر أم فقه أم سياسة؟ مقصود بها هذا الجميع المجموع، لأن الأمة التي تريد أن تجتمع سياسيا كيف ستجتمع دون أن تجتمع على فكر، دون أن تجتمع على دين؟ ولذلك وجد في الإسلام هناك نوعان من الولاء، الولاء الديني والولاء السياسي الذي تبنى عليه المرجعية. فهناك مرجعية سياسية تشمل المسلم وغير المسلم، وهو حب الوطن وعدم خيانته. ولذلك كانت وثيقة المدينة المرجع في التعامل، أو الدستور الذي يتعامل بناء عليه مرجعيا المسلم وغير المسلم في الشق السياسي في المرجعية. يبقى الشق الديني، وهذا الإسلام أعطى لكل صاحب ديانة أن يحتكم إلى دينه. يعني أنت تقول هنا الشق السياسي والشق الديني، هل ثمة فصل بين السياسي والديني؟ ليس تمييز، ليس فصلا، لأن الإسلام السياسي منبثق من الدين، منبثق، لأن الإسلام لا يعترف بهذا الفصل، الفصل بمعنى أني الدين في الجامع لا، لأن في الإسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والمسلم اتق الله حيثما كنت، ولا يوجد فعل أو قول أو حركة أو صمت يقوم به الإنسان في كل هذه الأحوال حراكا أو صمتا أو فعلا إلا ولله فيه حكم، أدركه الفاعل أم لم يدركه. نعم، لكن يعني شيخ عصام يعني نقطة مهمة، يعني وجود الوحي كان مرجعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النبي القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرجعا للمسلمين. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل من الضروري أن يكون هناك مرجعية للمسلمين؟ لا، هو الضروري أن يكون هناك ثوابت يجتمع عليها المسلمون، ولذلك يوجد في الإسلام مساحتان، مساحة الثوابت ومساحة المتغيرات. مساحة الثوابت التي تمثل وحدة الأمة، ما تجتمع عليه الأمة لا تختلف، تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، اللي هو الثوابت فيها النصوص التي لا تعطي إلا معنى واحدا، ثوابت الكليات في الإسلام هذه يجتمع عليها لا نختلف. يبقى الحنفي الشافعي المالكي الحنبلي، يبقى شدائد ابن عمر، رخص ابن عباس، شواذ ابن مسعود، ويبقى هذا ابن مسعود وهذا ابن عباس. عند القضايا المهمة يجتمع الجميع يدا واحدة، تجتمع عند
القضايا الكبرى. كيف ما هي آلية الاجتماع إذا لم يكن هناك مرجعية إسلامية؟ ما هي آلية الاجتماع؟ لا ما احنا لا المرجعية موجودة، لكن نحن نقول المرجعية في ماذا؟ في ما يسمى بالإجماع. هنا اللي نشأ قضية الإجماع، نشأ بعد الكتاب والسنة نشأ الإجماع. الإجماع هنا نعم. ما يجتمع أهل زمان على قضية ما، خلاص توحدوا. ما لم يجتمعوا عليه معناه لك أن تختلف وأنا أختلف. لذلك العلماء وضعوا شرطا مهما في إنكار المنكر، أول شرط أن يكون منكرا مجمعا عليه. حتى تنكر لابد أن يكون هذا المنكر بيقين مجمع عليه، لأن معناه الشريحة المجتمعية والثقافة المجتمعية متفقة. المرجعية الشعبية، لذلك انبثق بعد ذلك العادة أو العرف، العرف اللي هو الخاص بمنطقة معينة، هذا إجماع، هذه مرجعية صغيرة، لكن مرجعية في بعيد عن الكتاب والسنة. فيما لا نص فيه هنا المرجعية الدينية المنصوص عنها غير موجودة، تأتي مرجعية أخرى، ما يتوافق عليه الناس، أعراف الناس، شريطة ألا تصطدم بنص شرعي. كل هذه دوائر من المرجعيات تتكامل مع بعضها، فتظل المرجعية الكبرى للأمة، وكانت تكون في الخلافة في القضايا العامة الكبرى، يمثلها خليفة واحد، ثم تحت منه أمراء، كل دولة بمرجعياتها فيما يخصها. كما نجد في فعل أهل المدينة، تجد عند فقه أهل العراق، كل هذه ثقافات صنعت إجماعات أو مرجعيات بما يتماثل في الجزء الخاص بها. لكن مع طول العهد عن الدولة النبوية وطول العهد يعني البعد عن صدر الإسلام، ربما تنشأ مستجدات كثيرة تتطور أفهام الناس. ما الذي يستطيع أن يضبط أفهام الناس بمقتضى الكتاب والسنة مع طول العهد عن صدر الدولة الإسلامية؟ يعني هنا أعود بالحديث نعم. إلى ماهية هذه المرجعية، هل ينبغي أن تكون جسما إداريا شخصيات معينة أم ليس بالضرورة؟ وجدت كل هذه الأشكال، وجدت الأشكال العامة أن الناس تتوافق على أشخاص يرجعون إليها، وجدت أن الناس تتوافق على الحاكم. حينما يكون الحاكم صاحب رؤية واجتهاد وفق ويتوافق على حبه، يعني بعض الانقطاع عن الشورى والانقطاع عن انفصال مؤسسة الحكم في الإسلام عن الشورى ورأي الأمة ورجال، وجاء عمر بن عبد العزيز توافق عليه الناس في المرجعية وضم إلى الخلفاء الراشدين، رغم أن بينه وبين الخلفاء الراشدين مسافة زمنية كم خليفة كذا خليفة، ورغم أنه لم يستطع أن يعود بالحكم راشدا كاملا، لكن الناس رأت فيه صدق النية وحسن التوجه والاقتداء والتجديد في هذه القضايا المستجدة، في قضايا العدل وقضايا حقوق الأمة وقضايا أن الناس شركاء في هذه حينما يجد الناس أن القضايا التي يجتمعون عليها هم شركاء في صنعها وفي التفكير فيها، هنا يصنعون المرجعية معنا، سواء كانت المرجعية مؤسسة أم فردا. الأمة العربية لم تكن تميل للشغل المؤسسات، لأنها أمم تقوم على القبلية، ثم بعد ذلك تعلموا من الأمم الأخرى الدواوين والمؤسسات والحضارة وكذا، فبدأ يدخل مسألة العمل المؤسسي. والخليفة لم يكن قديما له راتب، سيدنا أبو بكر لما خرج بعد الحكم فقابل سيدنا عمر إلى أين؟ قال إلى تجارة. قال من يحكم المسلمين؟ ما الحكم دي بقت وظيفة، وأصبحت الوظائف التي كانت عامة بلا أجر أصبحت وظائف ذات أجر، كالإمام كالمؤذن كالفقيه ككذا كالقاضي. لم يكن كل ذلك في بداية الإسلام، نكت وظائف تطوعية لم تكن وظائف فعلية. اللي هنا اللي منها نشأ قضايا المرجعية إلى من يرجع الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن من يرجع الناس، يرجع الناس إلى أهل العلم، ولو رضوا إلى الله والرسول لأولي الأمن العلمان الذين يستنبطونه منهم. إن من يستنبط الحكم أهل الاستنباط أهل الاجتهاد، ولذلك قالوا إني لا تخلو ولا يخلو زمان من مجتهد، مجتهد الذي يرجع إليه الناس في كل زمن، كان أبو حنيفة كان مالك كان الشافعي كان ابن حنبل كان أبو داود الظاهر، كان من كان لا يخلو زمن من وجهه. لذلك قال إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، هذا يجدد لها دينها والناس ترجع إلى عالمها في زمانها. السؤال نعم. هو المرجعية، النطاق الأهم والأبرز الذي تغطيه المرجعية هو الدولة أم المجتمع أم الأفراد؟ هنا نحن الدولة والأفراد والمجتمع الأصل فيهم أن يسعوا جميعا إلى تكوينها، وهذا يكون عندما تكون الحكم شراكة بين الحاكم والأمة، لأن الحكم في الإسلام عقد بين الحاكم والأمة. إذا كان العقد من طرف واحد عقد إذعان، خلاص الأمة بقت خارج المعادلة، فخلاص أخرجت الحاكم منها. إضافة لأن أستاذ جهاد قديما إحنا بنقيس المستوى بما وصلنا بالدولة القطرية والدولة الحديثة بالدولة في الإسلام،
قديما الدولة لم تكن لها علاقة بشؤون الناس. الحاكم من يلتقي به؟ يعني النهاردة كان قديما مثلا المياه اللي عايز مياه يعني بيجيب جردل ويحفر بئر ويشرب، من أحيا أرضا مواتا فيها له. لكن النهاردة الدولة كل وريد وشريان ودقائق دموية كده في جسمك الدولة داخلة فيه، الكهرباء دي من الدولة، الموبايل اللي في ايدك من الدولة، المية اللي بتشربها من الدولة، التعليم تبع الدولة، القضاء الدولة، تعيينك وفصلك، السجن، المطار، الجواز، الختم. فالدولة النهاردة أصبحت متلبسة بالمواطن والمواطن متلبس بها، بقت الدولة في كل مفاصل. لكن قديما كان إيه اللي حاصل؟ الحاكم الناس بتشوفه في تسيير الجيوش في الحدود في الإمام. ذلك كان منظور الحاكم إيه؟ إن صلاة الجنازة، من الإمام اللي يصلي الجنازة؟ الإمام. فاللي غايب بعد الحاكم في يعني في زماننا لو هنجيبه يصلي على الجنازات ولا هيلحق في اليوم ولا 200 جنازة، مستحيل يعني. فهذه القضاء اللي كانت يعني في يد الحاكم تشعبت وأصبحت الدولة النهارده دولة مركزية. ولذلك احنا لا نقيس الدولة في زماننا على الدولة في نشأتها الأولى البسيطة. كانت المرجعية فيها قديما شراكة بين الأمة والحاكم، لأن كان العقد الحكم عقد بين الحاكم. ولذلك قال العلماء إذا لم يأخذ بالشورى اللي هي أهم مرجعية عند الحاكم يعزل. والمواطن عنده إيه؟ إذا اختلف الناس من يرفع الخلاف؟ الحاكم. فبقى الحاكم والناس مرجعياتهم إلى مبادئ وقيم عليا يحترمها الحاكم ويحترمها المحكوم. إذا للحاكم حقوق فلكن عليه واجبات، والمواطن عليه واجبات وله حقوق. اسمعوا وأطيعوا، قال لا سمع ولا طاعة. ليه؟ كل واخد قماش إلا أنت زيادة. فبين، قال الآن نسمع ونطيع. ده مرجعية عند الناس اللي هو الشفافية، من أين لك هذا؟ فكانت المرجعية قيم، لأن الناس لم يكونوا يحتاجوا في الفتاوى إلا فتاوى فردية، والمستفتي مذهبه مذهب من يفتيه. فأيا من ستسأل، لكن كانت المهم القضايا الكبرى. وبدأت الاحتياج إلى المرجعيات يتضح أكثر من فتنة خلق القرآن أكثر، اللي بدأ يظهر مصطلح حتى أهل السنة والجماعة، والعودة إلى من المرجعية؟ أهل السنة والجماعة، فكر أهل السنة والجماعة مع ظهور فرقة المعتزلة، مع ظهور فرقة المعتزلة وفتنة خلق القرآن. ووردت أول مرة على لسان المأمون في رسالة له، في رسالة للمأمون، لأن بدأت الناس تحتاج إلى تسأل لمن ترجع في هذه القضية. لأن بدأت ودائما الحاجة أم الاختراع. الناس احتاجت إلى التصوف متى؟ حينما انتشر الطرف والبذخ، فالناس احتاجت إلى العودة إلى الرقائق والزهد فنشأ التصوف. الناس احتاجت إلى المرجعية متى؟ حينما اختلط عليها أهل العلم بالغوغاء والعامة والدهماء ومن يتكلم فيما لا يحسن، فبدأت وجاءت فتنة خلق القرآن لتصنع مرجعية عند الناس. كانت الإمام أحمد بن حنبل في كل زمن بدأ يأتي، في كل زمن من يقف ليكون مرجعية عند الناس. في زمن جيل العز بن عبد السلام، جيل ابن تيمية، جيل فلان فلان فلان، الناس تصنع. حينما تكون السلطة بغير إرادة الناس يصنع الناس رموزهم ومرجعيتهم بشريطة إذا وثقوا في دينهم وعلمهم. نعم، بعد الفاصل الشيخ عصام سندخل في صلب الموضوع أكثر إسقاطة على الواقع الحالي الذي يعيشه المسلمين وحاجتهم إلى المرجعية. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أسألك، هل يلزم من وجود المرجعية الإسلامية إلزام المسلمين أو توحيد المسلمين جميعا حول رؤى محددة تجاه ما يحدث في العالم؟ يلزم في القضايا الثوابت والقضايا المهمة الكبرى. يعني قضايا فلسطين، قضايا احتلال الشعوب، تدخل الأجنبي في بلادنا، قضايا غياب الشورى، قضايا غياب العدالة، كل هذه قضايا نعم الناس يجب أن تتحد صفا، لأن الاستبداد والاستعمار والآخر الذي يريد استئصال شأفة الإسلام أحب شيء إليه تغيب البوصلة. والبوصلة تغيب إنما لا تكون هناك مرجعية عند الأمة. فهذا أمر يصبح لازما مهما، لأن الناس تحتاج راية، من يرفع الراية؟ سواء في الجهاد، سواء في الرأي، سواء في الإصلاح، تريد من يحمل الراية. من يحمل الراية؟ المرجعية التي اتفق عليها الناس أن هذا الشخص يمثل حمل المرجعية على الأقل ولو رمزيا. وارد نختلف في جزء كبير من أفكاره، لكن المهم الجسم العريض والجذع المشترك بين أطياف الأمة المختلفة التي تجمع عليه، هنا يلزم ساعتها أن توجد هذه المرجعية. وهنا أيضا يلزم أن نعرف كيف تتشكل المرجعية الإسلامية وعوامل تشكل هذه المرجعية بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود بعده لاستئناف الحوار.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن المرجعية الإسلامية وحال الأمة. شيخ عصام، بالرغم من وجود محاولات كثيرة ومتنوعة على امتداد العالم الإسلامي من إنشاء هيئات علمية تحاولت أن تلعب دور المرجعية الإسلامية لضبط العالم الإسلامي، لكن مع ذلك استمر الخلاف، استمر المسلمون منقسمين انقساما حادا عموديا حول كثير من القضايا بالرغم من التهديد الوجودي الذي يطالهم. لماذا برأيك؟ لماذا؟ لأن الأمة يعني حينما يكون فيها التخلف في التجديد الفقهي، وإن كان طبعا لا أسلم بها 100% مسألة أني لم يتفقوا، لم يعني الجزء طبعا الخلل كان أكبر في مؤسسات الحكم، لكن المؤسسات الفقهية والدينية، إحنا لما ننظر إلى الحكم العثماني مثلا، الناس تتهم في هذه الفترة كانت الناس متنازعة وكانت التقليد الفقهي، هذا كلام ظلم. يعني المجلة الأحكام العدلية التي صدرت عن الخلافة العثمانية وكان تجديد فقهي فيها، هذه محاولة في منتهى الروعة، محاولة التقريب إلى تقنين، لكنها متأخرة ماشي، لكن في النهاية في آخر 100 سنة منها، من حكمها إلى آخر 150 سنة، وكانت محاولة مهمة جدا قبلها. إضافة لأن هناك عامل أزمة، إحنا في انفصال بيننا وبين هذه الخلافة فترة، بيننا أنها لغة عثمانية، يعني 500 سنة ناس حكموا العالم، ما فيش ولا كتب في التجديد السياسي ولا التجديد الفقهي ولا رسائل بين الحاكم والحكام فيها تجديد سياسي، ويوجد لكن هذا التراث المغلق للا نعرفه، وجاءت أجيال لا تعرف هذا التراث العثماني وهذه اللغة العثمانية. كم واحد النهاردة في تركيا يعرف اللغة من الأتراك؟ قليل، حتى يخرج هذه الكنوز من الأضابير. هذا بس نقطة حتى لا نظلم، يعني مش معقول حضارة 500 سنة عاشت خلافة على ركود وجهل، سواء في الأدب، سواء في السياسة، سواء في الفقه، سواء في كل هذا. طب ولو كانت ضعيفة، لماذا تآمر عليها العالم من أصقاع الدنيا وأطرافها؟ ما يعني ده أمر أيضا، نقطة مهمة نحتاج نراجعها في أمر أو في سياق آخر. لكن قضية إن الناس لم تتحد، الناس كانت تتوحد وكانت توحدها المصائب، لكن الأمة مرت بدورات وأطوار، فجاء فيها فترة وأطوار الضعف في آخر 200 سنة أو آخر 300 سنة، أخذ العالم الغربي منا الحضارة والثقافة، دورات الحياة، سنة التداول التي تحدث دائما، فلم نأخذ بأسباب القوة، أخذنا بأسباب الضعف. من أسباب الضعف غياب المرجعية عندنا، وغياب المصدر الذي نرجع إليه، وغياب الدستور الذي تعود إليه الأمة لتعرف متى تختلف ومتى تتفرق. الاختلاف مشروع، التفرق مذموم. هذا التفريق بين الأمرين مشكلة. لما نجد في الجامع الأزهر في فترة 4 جماعات في وقت واحد، إمام بالشافعية وإمام بالحنفية وإمام بالحنابلة وإمام بالمالكية في مسجد واحد، ده منين الكلام ده؟ ده إن كل واحد شايف نفسه رأس، رغم أن هؤلاء الأئمة الأساسيون اللي أسسوا المذاهب كان التقدير والتوقير لبعضهم بعضا فوق الوصف، لا يقرون بهذا أبدا. لكن هي مشكلة أني جيل وراء جيل يضيق يضيق، وأصبح في كل المجالات الكتب حاجة من اثنين، يا إما أن واحد يختصر مطول يا أشرح مختصرا، حتى في أصول الفقه إلى أن جاء الشاطبي بكتاب الموافقات وأسس علم المقاصد في علم الأصول نادر الجديد، وكل النماذج بالأسئلة بالتعريفات بالأمثلة التي تذكر بالنصوص كأنه يعني كوبي بيست، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. شاهد أن في هذه المرحلة أصبح هناك مرحلة من الضعف، إضافة لأني الذي كان يقوي المرجعية عند المسلمين الوقف، مؤسسة الوقف التي كانت تجعل المرجعية الإسلامية الدينية مستقلة ليست تابعة. المرجعية تضعف حينما تكون مكونة من حاكم وممولة منه، فبه ومنه تنقطع أو توصل. هذا الفرق المهم. لما كانت أوقاف المسلمين، ذلك أول شيء عمد إليه محمد علي حتى يسيطر على المرجعية، أن الناس تقول لك متفرق، لا، الحملة الفرنسية لما جت، الجيش المملوكي هو جيش مدرب على أعلى درجة، ما خدش في إيد الفرنسويين 3 أيام في مصر، أكلهم تماما. 3 سنين الحملة الفرنسية في مصر تذل على إيد هواة من علماء الأزهر، لأنهم كانوا لهم مرجعية، وكان فيهم فيلق اسمه فيلق العميان المكفوفين، كان قائدهم الشيخ عماد مكرم، لا مش عمر مكرم، ده كان كفيف نعم. افتكر، المهم كان احد الشيوخ، نسيت اسمه يعني، واقف يعني، كان شهدوا، كانت الفرقه دي تكون وهم مع عمي والعصي معهم، ويعني فيهم واحد اللي يرى قليلا يوجه للضرب فيضربه،
ولما مسكه كليبر أصر أن يرميه من القلعة حتى لا يعرف له مكان ولا يدفن بين الناس. الشاهد أن لما كان في مرجعية ماذا حدث؟ المرجعية دي اللي جابت مين؟ جابت محمد علي. فأول ما عمد محمد علي لإنهاء هذه المرجعية الدينية واستبدالها بمرجعية عسكرية علمانية أضعف، فصادر أموال الأوقاف، صادر أموال المشايخ، وبدأ يستقطب كل واحد فيهم بعيد عن الآخر. أسقط الاستقلالية يعني. أسقط الاستقلالية، فسقطت المرجعية وأصبحت مرجعية غير مستقلة وغير محبوبة من الناس. نعم، بخصوص سؤال المرجعية شيخ عصام، يعني ثمة الآن قضية إشكالية في التفكير في قضية المرجعية الإسلامية على مستويين، أحدهما سياسي يتعلق أو حول سؤال من الذي يمثل الإسلام ضمن التيارات الكثيرة والمتنوعة في العالم الإسلامي، صوفي، إخواني، سلفي، معتدل، وسطي إلى آخره. والشق الثاني أو المستوى الثاني يتعلق بجانب المعرفي، من هي المدرسة الفكرية القادرة على صوغ أفهام المسلمين ورؤاهم تجاه ما يحدث من مستجدات في هذا العالم؟ برأيك ما طبيعة هذا التحدي في هذا التمايز الحاصل؟ لا، وطبعا تحدي كبير جدا، ولكن يعني نجح بعض المدارس إلى مرحلة ما، يعني في مدارس نجحت في التأصيل الفكري كمدرسة ابن باديس في الجزائر والبشير الإبراهيمي والسنوسية في ليبيا ومدرسة الألوسي في العراق، في العراق والمهدية في السودان وفي مصر، الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، إلى مدارس أخرى حتى لا أظلم المدارس، كلها كانت فكرية. وحاول بعدها الإخوان أن يتحولوا من التنظير الفكري إلى التنظير التأصيل والتطبيق، فأصبحت جماعات عملية. كل هذه المدارس حاولت قدر الاستطاعة أن تصنع لونة من المرجعية. وسنة 42 حاول الشيخ حسن البنا يعمل مبادئ تكون مرجعية للناس، فعمل الأصول العشرين وعرضها على الجماعات تكون الحد الأدنى من الاتفاق لصنع مواقف نرجع ونتفق إليها ونفهم بناء على بقية الاختلافات. وحاول الشيخ رشيد رضا من قبل وضع القاعدة المعروفة، قاعدة المنار الذهبية، لتوحد الناس تكون مرجعية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. دي كانت بالمناسبة قاعدة بين السنة والشيعة ولها بقية لم تكمل، وبقيتها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأن يرد على كل متعصب أهل طائفته. يعني لما يتطاول حد من الشيعة على السنة، الشيعة في علماء هم اللي يردوا حتى لا يكون هذا من باب التعصب، والسنة إذا حدث أنه من تطاول على طرفه يرد. وكان من أصاغ معه هذه في القاعدة الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، العالم العراقي الذي كان يحظى بحظوة هائلة عند علماء السنة السلفيين. يعني الشيخ أحمد شاكر كان يلقبه أستاذنا العلامة الكبير، الله، ورشيد رضا كان يراسله وبينهم بحوث. ومن أعظم شروح مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام احنا عارفين شرحها رستم اللبناني وشرحها علي حيدر باشا والبعض، من أهم الشروح لأني أضاف إليها شروح محمد الحسين آل كاشف الغطاء في 5 مجلدات. المجلد الخامس كتب ما نقص هذه المجلة، دل على أن كان الفقه السني والشيعي في هذه المسائل المتفق عليه فيها التوافق والطرد، لأن كان قضايا الأمة أكبر من الاختلاف المذهبي. لكن شيخ عصام، أنت تكلمت بشكل مسهب عن قضية الإطار الفكري أو المرجعية الفكرية، لكن هذا الجزء الأقل خطورة من المسألة، الجزء الأكثر خطورة هو الجزء السياسي. نعم. من الذي يمثل الإسلام؟ ما طبيعة هذا التحدي في وجه تشكيل مرجعية معرفة إسلامية؟ يعني حاولت الأمة أن تشكل مؤسسات وأمور، ولكن هي الآفة أن الناس في السياسة الحكام أهل طمع، هو يريد أن يسيطر على كل شيء، وأصبحت مؤسسة الحكم لا تعبر عن الأمة، وأصبحت ممالك وأقطار ودول وجمهوريات عسكرية باسم جمهوريات. في النهاية حتى لما اتعملت يعني جامعة الدول العربية كانت محاولة لصنع مرجعية سياسية توفق الناس توحدها، بعد ماذا؟ خلافات بين اليمن والسعودية، بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز آل سعود، خلافات في العراق، خلافات في مصر، خلافات بين الدول وبعضها. الاستعمار قبل أن يخرج ترك بين كل بلد وبلد قطعة يتنازعوا عليها، بعد ما كانت أصلا كانت كل البلاد تبع خلافة واحدة. نعم. فأصبحت كل دولة وكله يبحث عن، وأصبحنا في الوقت الذي يتوحد أوروبا، واللي كتب علماء السياسة الأوروبيون سنة 46، هل تتوحد أوروبا بعد حرب عالمية مات فيها ملايين؟ لما يحدث هذا بيننا نحن العرب والمسلمين، ومع ذلك توحدوا وعملوا دول الاتحاد الأوروبي، وعملوا السوق الأوروبية المشتركة، وعملوا عملة مشتركة وعملة موحدة، والعرب
لا زالوا لا يتوحدون إلا فقط على اجتماع وزراء الداخلية العرب وهنا الملف الأمني. وهنا السؤال شيخ عصام، يعني أفهم من كلامك أن هناك صعوبات حقيقية يلعب دور أساسا، يلعب دورا كبيرا نعم. في منع الحلول دون تشكل مرجعية إسلامية، لأنهم لا يمثلون الأمة. نعم، السؤال هو يعني أفهم من كلامك أنه لا يمكن تشكيل مرجعية إسلامية إلا بوجود دولة إسلامية، هل هذا مرهون بهذه؟ دولة إسلامية بالمعنى الإسلامي وليس بمعنى الدولة الإسلامية المفهوم خطأ عند الناس. نعم نعم، بمفهوم وليس معنى الدولة بمعنى الدولة، إنما بمعنى الرمزية التي تعبر عن الأمة، بمعنى الدولة التي تكون دولة راعية، دولة حامية للناس، دولة حقوق وحريات وعدالة. إذا نشأت هذه الدولة تلقائيا ستتعاضد مع بعض. لذلك لما جاء الربيع العربي أصبحت كل دولة تشتاق إلى أن تتوحد مع الأخرى بالربيع العربي، لكن حينما سقط بالضربة يعني أو الهجمة المرتدة من الثورات المضادة أيضا بتوحد قوى الشر في ضد هذا الأمر. فللأسف لا زال، لأننا لا نختار من يحكموننا، لا زال توحد الأمة سياسيا. ولو عايزين نضرب نموذج لده سهل جدا، يعني لما نيجي نتكلم النهاردة عن تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي اللي هي منظمة التعاون، لو رجعنا لتاريخ ازاي تأسست هنعرف ان هذه هؤلاء ساسة لا يجتمعون وليس في رأسهم الأمة ولا قضية الأمة، ربما لإدارة مصالح الأنظمة مثلا الإسلامية. لا، وكمان أمر آخر مهم، لأني هو لا يعتبر ان في أمة إسلامية أصلا، لا يعترف بها ولا في دماغه ولا في رأسه. كان لما احترق المسجد الأقصى سنة 69 واجتمعوا نسمي المنظمة دي إيه، فواحد قال نسميها المنظمة الدول الإسلامية، فاعترض الدولة وقالت نحن دولة علمانية ولسنا إسلامية. فقالوا بعد خلاف دام لأيام، يعني قالوا التسمية الأدنى ملابسة، إحنا مجتمعين فنسمي نفسنا منظمة المؤتمر الإسلامي. ومع ذلك على كثرة القضايا المهمة لا تجتمع، لا تصدر رأيا الأمة. لماذا اليوم الأمة، أيام الدكتور مرسي كانت تفرح بتصريحاته لأجل سوريا، ولماذا الآن الأمة تجتمع حول تصريحات الرئيس أردوغان؟ ولماذا تجتمع حول حماس في فلسطين وتحترم حماس، وكانت من قبل تحترم جهود حزب الله لما كان عدوا لإسرائيل، لكن لما تحول إلى يعني السلاح إلى نعم. إخواني من السنة، لا اختلفت. الناس دائما تبحث عن أي رمز سياسي. إذن في ظل عدم وجود هذا الدولة الإسلامية أو الرمزية السياسية الإسلامية كما وصفتها، ما عوامل وشروط تشكل المرجعية الإسلامية في الظرف الراهن، الظرف الذي لا وجود للرمزية الإسلامية فيه؟ أولا أن تبدأ، يعني من أهم العوامل أن نسعى إلى، أولا احتياج الأمة لهذا المرجعية أمر ملح وضروري ومهم. نعم، وهذا من الدوافع لتقويمه. لكنك في المحور الأول فيما أذكر قررت بأنه ليس ضروريا. يعني ليس ضروريا بمعنى أن في وجود الـ 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 لأن كانت قديما الدولة ليست ضد المواطن، الدولة تلبي أحلامه وطموحاته. نعم. الحاكم فلا يحتاج، خلاص هو الحاكم مرجعه. لما بتضطهد امرأة تقول ومعتصمة يسير لها جيشا، فخلاص لا حاجة إليها، موجودة في ضمن السياق. ضمن لما يحتاج إنسان إلى زواج يروح لبيت المال يأخذ من ليتزوج. إنما النهاردة لما تبقى دولة تتحول لدولة جباية، كما قال حاكم دولة معينة لسيدنا عمر بن العزيز في إمارة، إن إحنا ناس بتسلم فده بيقلل الجزية، فندفع المسلمين جزية. فقال قبح الله رأيك، إن الله قد بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. لما الدولة تحاول انها يهمها ما في جيب المواطن تاخده، مش تملأ جيب المواطن، عندئذ يبحث المواطن عن مرجعية غير الدولة. ولذلك لماذا النهاردة المدار كل الشباب اللي راح للجامعات المتطرفة، لماذا ترك علماء الجامعات والمدارس والمدارس الدينية المعتبرة؟ لأنه لم يعد مرجعية له، فبحث لنفسه عن مرجعية غير صحيحة مسممة. فهنا الآن الأمة تحتاج أن تحتاج إلى مرجعية. المرجعية السياسية مهمة. لماذا النهاردة الناس تلتف حول تصريحات أردوغان وتصريحات خالد مشعل، تصريحات هنية وتصريحات غيره وغيره في كل المرجعية؟ لأنها تحتاج إلى رمز. لأن تحتاج إلى رمز. فأهم عامل هنا لتكوين المرجعات وجود الرمز، وجود الزعيم، وجود الشخص الذي يلتف حوله الناس. ولما نجد في تاريخنا كله بيبرس وقطز وكل الشيخ العزبي قيادات دينية وسياسية، الحدث أخرجه فاجتمع حوله الناس. خالد بن الوليد نفسه تكون قائد إزاي؟ في مؤتة
سقط قائد ورا قائد ورا قائد. طب الراية؟ فأمسك بها أحد الرايات قال يا أبا سليمان، ونادى علي وأعطى. من يومها بقى خالد بن الوليد في نعم. تاريخ كل فتحات المرجع السياسي المهم كمرجعية سياسية. الناس تحتك متى تتأسس وكيف؟ حينما نبدأ. هذا ما نريد أن نبحثه بعد العودة من الفصل، خصوصا وأن هناك يعني اختلاف في النظرة إلى الإسلام بين المسلمين أنفسهم وانقسام عمودي، ولا وجود للدولة الإسلامية. ما فرص تشكيل هذه المرجعية؟ نناقشه بعد العودة من الفاصل. فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، الذي نبحث فيه فرص تشكيل مرجعية إسلامية في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم. ودائما الحديث مع الشيخ عصام تليمة. شيخ عصام، يعني ما الأثر الذي تركه غياب المرجعية الإسلامية على الأقل في القرن الأخير من الزمان على واقع العالم الإسلامي وتماسكه الفكري والعقدي حتى؟ نعم، غياب المرجعية هذه طبعا أثر تأثيرا كبيرا في أولا تشرذم كلمة الأمة. الأمة تحتاج عند يدلهم الخطب وتعظم الأمور إلى رأي، إلى قول، قول فصل. لكن إحنا النهاردة أي قضية الناس تجي تسألها، يعني في أي دولة أوروبية تعمل السبيان يطلع لك رأي، خلاص معروف الدنيا رايحة فين والاقتصاد رايح فين والسياسة رايحة فين، خلاص معروف. لكن عندنا للأسف لأني لا توجد مؤسسات تصنع قرار، إنما يصنعه حاكم مجموعة من حوله وبمعزل عن الأمة. والناس لا أصبحت لا تثق في حكوماتها وسلطتها لأنها لا تمثلها. غيابها طبعا أولا أفقد الثقة بين الأمة والحكام والأمة ومؤسسة الحكم، وهذا عمل قطيعة وعمل عدم ثقة، فأحدث يعني انهزاما داخليا خطيرا. اثنين، أنه لم يعد عند الناس مصدرا لتلقي الرأي الذي يسدده. ولذلك النهاردة افتح اي اعلام عند الناس دي، الاعلام للسلطة، لك لا لا اصدق، لو الكذابين ده اعلام بيقول الكذب. لماذا الناس كانت لسنوات طويلة تسمع البي بي سي ومونت كارلو في بلادنا العربية وحكمنا حتى نفسهم؟ ليه؟ لكثرة ما جربوا في القضايا الكبرى والمعارك الكبرى ان الناس لا تجد في الاعلام الحكومي الا الاكاذيب، الا تجميل الصورة، لا يعرض الحقائق. فغياب الشفافية كذلك أدى، يعني غياب المرجعية أدى إلى غياب الشفافية مع غياب الثقة، كذلك أدى يعني ده إلى غياب المشروع، غياب مشروع يوحد الأمة ويجمع الأمة حولها، أدى إلى زعزعة ثقافة الأمة في ثوابتها. النهاردة بتلاقي مذيع في مصر طالع يتكلم ويطلع واحد شيخ تبع السلطة. مين قال إن ربنا أمرنا نحرر فلسطين؟ الأقصى مش مقدس، ما فيش آية ولا حديث. وبدأت الثوابت اللي عند الأمة حتى الثوابت السياسية الرمزية ذابت، أصبح الثابت متغير والمتغير ثابت. ده سبب غياب المرجعية السياسية، ده شيء مهم جدا. النهاردة أصبح ناس المرجعية السياسية الإسلامية تقصد؟ نعم، أصبح النهاردة بتعتبر أن دول عربية معادية ليك وإسرائيل أقرب إليك منهم، شعوب بتعتبر كده من الإعلام. ده لغياب المرجعية السياسية في هذا الأمر. استمرار غياب هذه المرجعية الإسلامية إلى أين، إلى أين يمكن أن ينتهي بالمسلمين مستقبلا؟ ينتهي إلى ليس الضعف، إلى الاستعباد. النهاردة بقى في حكام إسرائيل بتعتبرها كنز استراتيجي ليها، بتعتبرهم لا يعني ده بيعمل اللي أنا عارف المثل المصري، أحلام سعادتك بتاعب بعد بكرة نفذناها أول امبارح. بقى النهاردة في حكام
يبدعوا في العبودية للغرب والاستعمار الغربي أكثر ولا يفكر في الشعب. الشعب ما جابوش، هو جايب دبابة، اللي جايبه الغرب. فأثر هذا التأثير في إني، ويؤدي بماذا؟ يؤدي إلى أن الأمة تفقد هويتها، تفقد امتيازها، تفقد أهم مقوماتها وهو الدين والنواص الصلبة التي توحد الأمة والمجتمع. كل هذا يفقد بغياب المرجعيات التي تبين للناس الرأي. طيب في ظل هذه الخلافات الحادة الآن بين المسلمين والتباينات الحاصلة، هل ثمة فرصة لتشكيل مرجعية إسلامية تعيد التصور السليم للمسلمين تجاه إسلامهم؟ نعم، الفرص مواتية كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية عودت العالم أنها في أحلك اللحظات تستخرج أنفس ما فيها. مين كان يسمع بالإمام أحمد بن حنبل قبل فتنة خلق القرآن؟ طالب علم أو عالم زي بقية العلماء، لكن المحنة صنعت رمزا وأخرجت أقوى ما فيه. الإمام مالك، وكان في أئمة عظام، لكن المواقف والمحنة صنعت. لكن البيئة العلمية والدينية كانت متوافرة، الآن غير موجودة. ليس شرطا. بمعنى لما نيجي نبص كيف خرج عمر المختار في ظروف ما حدش يتوقع يطلع منها، ابن بديس، البشير الإبراهيمي، حسن البنا، رشيد رضا، الظروف لم تكن أبدا تسمح. في ظل ما كان العالم بيتجه إلى تفكيك الأمة الإسلامية، بيطلع حسن البنا بيقول لك أستاذية العالم. هنا التفكير خارج الصندوق. حينما يخرج من الأمة الإنسان أو العالم الذي يلبي طموحاتها ويعزف على الوتر الحساس في مشاعرها الحقيقية، مش دغدغة عواطف، إنما عن مشروع، ساعتها ولو بالقليل تصنع الأمة العجائب. فيليب حتي في كتابه تاريخ موجز تاريخ العرب بيقول عن فترة التتار وضعف الأمة وما فيش رمزية ولا غيره، وضع سؤالا خطيرا يقول: هل سيقوم لدين محمد قائمة؟ خليفة عباسي بيقتل، خلافة بتسقط، مفيش حد. بعد كم سنة استجهاد؟ سنتين. قاموا وأفاقوا وحرروا، وضع سؤالا جديدا. السؤال القديم كان إيه؟ هل سيقوم لدين محمد قائمة؟ السؤال الجديد: هل سيقف أمام دين محمد أحد؟ إيه اللي صنع ده؟ المحنة. حينما تحول الأمة الحفرة التي تقع فيها إلى كبوة تنهض منها وليس قبرا تقبر فيه. لكن ثمة من يقول لك أن العدو كان خارجيا وأن المسلمين كانوا متفقين على مرجعية الإسلام. الآن العدو من المسلمين وفيهم بحسب ما يقول كثير من الكتاب والمفكرين، فأن أن يظهر هذه المرجعية. لا تخلو الأمة من خير مهما فعلنا. نعم. وأي إنسان عنده داء داخلي، هل هذا ينفي العلاج؟ طب عنده كرة الدم البيضاء وكرة الدم الحمراء، معنى بداخل الأمة عوامل مناعة. من يقوي هذه العوامل المناعة، كرات الدم البيضاء وتقوية المناعة، تقوم وتتعافى وتنهض بأقل القليل. شفنا دعاء بسطاء، الدعاء الجدد وغيرهم، بمجرد 5% حرية في المجتمع عادوا وأصبحوا مرجعيات في وجود القيادات المتكلسة من المشايخ، على ضعف الناس دي العلمي لإخلاصهم. فما بالك لو خرج المتخصص والمهتم والمهم. المهم أن يخلص النية لله وأن يتعاون مع بعضهم بعضا. لما كان رشيد رضا لما تقرأ مجلة المنار، الأسئلة اللي بتجيله يا أستاذ جهاد من الصين، من سنغافورة، نعم، من اليابان، معروف، من العالم، وهو في مصر وبيعمل مجلة، وكان الاتصالات ضعيفة جدا عشان توصله. إيه اللي عمل مرجعية؟ مصداقياته عند الناس. الناس لا تحتاج إلا إنسان صادق يبدأ أمامهم. أنا أستشهد بجملة الرئيس أردوغان مهمة جدا بعد الانقلاب لما سألوه: لماذا وقف معك الشعب التركي في الانقلاب ضدنا؟ قال: لإني نزلت أمامهم. حينما يجد الشعب الرئيس أمامه سيتطرس وراءه، ولكن إذا اختبأ الحاكم وراء صخرة لاختبأ الشعب وراء الجبال. إذن القدوة العملية. قبل أن نختم الحلقة، يعني شيخ عصام، أريد أن أسألك عن إلى أي مدى البيئة العلمية والحضارية والأخلاقية الآن للمسلمين قادرة على أن تنتج لنا مرجعية إسلامية تضبط رؤى المسلمين؟ يعني المؤسسات الرسمية لا، بها من الضعف الكثير. نعم. على يعني فيها من الخير لكن ليس بهذا المستوى. الآن دور الأفراد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ما تعمل يجادل لها دينها. هذه نقطة. العلماء اختلفوا. كيف ذاك؟ هل من هنا للجمع ولا للفرد؟ تصلح للاثنين. قد يكون فردا وانتهى زمن الأفراد.
وقد يكون أفراد يصنعون كيانات تتوحد لتجديد الأمة. فهذه كلها عوامل مهمة، أفراد يستطيع من هنا من هناك، ولا يعدم الإنسان في كل قضايا الأمة. نجد من كل دولة عالم صاحب قول ورأي وحجة قوية مع مجموع علماء الموجودين في كل العالم يخرج. ورأينا فترة واحدة طلع المودودي وحسن البنا والندوي ورشيد رضا ومجموعة من الناس والبشير إبراهيم وابن وزير في فترة واحدة، كيف اجتمعوا دون لقاء وعلى فكر واحد، الفكر الوسطي للإسلام. ما الذي جمعهم؟ الإسلام. لأن الإسلام فيه روح، الغربيين نفسهم اعترفوا لك في قوة كامنة لا نعرف متى تخرج ولا متى تظهر، قوة ذاتية حينما ننفض عنها الغبار خلاص تخرج. نعم، أشكرك، أدركنا الوقت، أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ عصام تليم الباحث والداعية الإسلامي، كل الشكر لكم على المتابعة، نستودعكم الله.